طب دكتور هنا معلش يا دكتور، لما المفروض يعني الام لما تخش في مرحله مش لطيفه او تغيير المزاج او جزء من دخولها في مرحله اكتئاب مثلا، ازاي هنا ممكن ننصحها ان هي تطلع بره المرحله دي بسرعه، يعني حتى مع تربيه الطفل؟ تمام، احنا عندنا في التغيير في نمط الحياه ده نعدله بتغيير نمط ثاني برضه، مش هو بقى ايه مش قاعده في البيت وبرضع وباكل وبشرب بس وخلاص. تيجي يا اصحاب تخرجي معاهم، تخرج تروح النادي، مشى كتير، مشى كويس قوي المشي، تخرج تدخل لو متاح ان هم يدخلوا يقعدوا في مكان بيحبوه مع بعض، تشوف ايه الحاجات اللي بتبسطها وتعملها. ده بيغير من نمط من مزاجها قوي، ولو جوزها برضه طبعا يخرجها ويخرجوا مع بعض. بس انا دايما بقول ايه الاصحاب، عشان دايما خروجه تبقى اصحاب، والخروجه اللي هي بتبسطها بتبقى اكتر ايه بتفصل. مختلفه عن خروجه البيت الرسميه يعني. بس يا دكتور اللي حضرتك بتقوله ده، سواء المشي او ان هي تنزل تقابل صحابها او تغير عامه شكل نمط حياتها، ده بيكون لو الاعراض عندها ان هي مودها ما بقاش حلو او حياتها متلخبطه بشكل معين. ولكن الاكتئاب لما بيوصل لمرحله اكتئاب مرضي، اعتقد انه التعامل معاه بيكون مختلف. استشاره الطبيب بقى ده لازم بقى ساعتها. هيبقى في تعاون ما بين الطبيب الطبيب امراض النفسيه لو في امراض نفسيه معانا، او طبيب النساء عشان طبيب اللي هو ولدها او اي حاجه، عشان لو في اي اجراءات بعد العمليه بتتعمل، لو في اي ادويه بتتاخد، لو في رضاعه طبعا عشان نشوف لو هتاخد دواء ولا حاجه ما ياثرش على الطفل اللي بيرضع، فيبقى في ايه تدخل طبي بسيط. بس ده ان شاء الله مش حالات كتير بتلجا لده بالظبط، بيكون ولو لجأت لولادها بيبقى في عوامل ثانيه اخرى غير الولاده كمان زودت الموضوع.